الجامعة الوطنية رمز للتعليم العالي والبحث العلمي بالسلطنة، وتعتبر من أبرز الجامعات في السلطنة، حيث تضم 3 كليات بعد اندماجها في عام 2018 للميلاد، بين كلياتها الطب والعلوم الصحية، الصيدلة والهندسة. وتقدم الجامعة أكثر من 17 برنامجاً أكاديمياً في البكالوريوس والماجستير بالشراكة الأكاديمية مع جامعة ويست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ومع جامعة غلاسكو كالودونيان وجامعة ساوث كارولينا الأمريكية. الجدير بالذكر بأن الجامعة الوطنية تخرج منها 10,000 طالب منذ إنشاء كلية الهندسة في عام 1996 للميلاد وحتى الآن، فيما يدرس بالجامعة طلاب من 33 جنسية حول العالم. التسجيل مفتوح، واحجز مقعدك عبر موقع الجامعة.